بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 39. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ البلاغ المبين فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي نبيًا عن أمته. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لما ذكر الله سبحانه وتعالى فيما سبق أحوال بني إسرائيل وتعنتاتهم على أنبيائهم وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرهم بنعمته عليهم وأمرهم بشكر نعمه والقيام بحقها، وأعظم ذلك اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ذكر الجميع من بني إسرائيل وغيرهم من العرب وغيرهم، ذكرهم بنعمة عظيمة جعلها الله على يد إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ينتسبون إليه، فإن بني إسرائيل ينتسبون إلى إبراهيم، وكذلك بنو إسماعيل وهم العرب ينتسبون أيضا إلى إبراهيم، فالكل من ذرية إبراهيم. هؤلاء من ذرية إسحاق وهؤلاء من ذرية إسماعيل، وإبراهيم هو أبوهم، فالواجب عليهم أن يتبعوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي جاءت بها الأنبياء من بعده، خصوصا خاتم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن جميع الأنبياء من بعد إبراهيم كلهم من ذريته، وكلهم أمروا باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم خليل الله إبراهيم ما حصل على هذا المنصب العظيم إلا بسبب
قيامه بحق الله سبحانه وتعالى وقيامه بما أمره الله به. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ابتلى يعني اختبره، الابتلاء معناه الاختبار، والابتلاء لا بد أن يحصل للعباد ليتميز من يطيع ممن يعصي، فلا بد أن يجري الله الابتلاء على العباد والاختبار حتى يتميز المؤمن الصادق من المنافق ومن الكافر، ولا يترك الله الناس كذا بدون امتحان وبدون ابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فبالامتحان يتميز الصادق الثابت على دينه من المنافق الذي يدعي الإيمان كذبا وخداعا، أو من المؤمن ضعيف الإيمان الذي لا يثبت عند الفتن وعند المحن. وأشد الناس كما في الحديث، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما في الحديث. يبتلى الإنسان على حسب دينه، وأشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله يبتليهم بأشياء عظيمة لكنهم يثبتون على الإيمان وعلى طاعة الله سبحانه ليكونوا قدوة لغيرهم. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ هذه الكلمات هي الأوامر والنواهي. أمره الله بأوامر ونهاه عن نواهي، ففاز في الامتحان ونجح في الامتحان فأتمهن. أتم هذه الكلمات على خير ما يرام، ومن أعظم ما ابتلى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه بعثه في أمة عاتية تعبد التماثيل، تصنع التماثيل وتعبدها من دون الله عز وجل، يصنعون التماثيل بأيديهم ويعبدونها من دون الله. ما هذه التماثيل؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين.
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. أمة عاتية ورئيسهم الطاغية الجبار النمرود الذي يدعي الربوبية، لما قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، وصل به التجبر إلى هذا. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فبعثه الله في هذه الأمة الوثنية وهو شخص واحد أمام أمة جبارة طاغية وانتهى الأمر إلى أن كسر أصنامهم، كسر أصنامهم جعلهم جذاذا، إلا واحدا منها وهو كبير الأصنام أبقاه من أجل أن يقيم الحجة عليهم. انتهى الأمر إلى أن قالوا حرقوه، حرقوا إبراهيم بالنار وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهكذا الطغاة إذا عجزوا عن إقامة الحجة لجأوا إلى القوة، هذا دائما وأبدا. كل طاغية وكل جبار وكل عنيد إذا أفحمته الحجة ولم يستطع مقاومتها لجأ إلى القوة، فلجأوا إلى أشد شيء عندهم وهو أنهم أوقدوا نارا عظيمة جمعوا لها الحطب وأوقدوها حتى ارتفع لهبها في الجو، حتى يقولون إذا مرت الطير من الجو سقطت في هذه النار من شدة حرها. ثم جاءوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام صابرا محتسبا ثابتا على دينه لا يتضعضع، هذا الابتلاء والامتحان. جاءوا به ولم يستطيعوا أن يقربوا من النار فوضعوه في المنجنيق في آلة قاذفة مثل المدفع اليوم، وضعوه في المنجنيق فقذفوه في النار. فلما قذفوه في النار قال الله جل وعلا للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت بردا وسلاما على إبراهيم. لكن هذا متى صارت بردا وسلاما؟ بعد ما صبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما كان منه حينما وضعوه في المنجنيق ليقذفوه في النار ما كان منه إلا أن دعا ربه فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. لما وضعوه في المنجنيق قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما
على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له، أي قال له الكفار إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة عظيمة. وفي الحديث إذا وقعتم في الشدة فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أو ما هذا معناه؟ هذه واحدة من الابتلاء. ورأيتم مدى عظمة هذه الفتنة وشدتها. شخص واحد يقوم في أمة جبارة ويكسر أصنامها، ليس معه قوة إلا الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، ليس معه جنود ولا قوة إلا قوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، كسرها غضبا وغيرة لله سبحانه وتعالى وإنكارا للشرك. ثم المرة الثانية بعد هذه الحادثة العظيمة أمره الله بأن يهاجر، فينتقل من بلاد العراق بلاد بابل التي فيها هؤلاء المشركون، أن يهاجر منها إلى أرض الشام. فهاجر إلى أرض الشام فارا بدينه من أرض الكفر إلى بلد غير بلده، لكن هاجر إليها فرارا بدينه وطاعة لله سبحانه وتعالى، وقال إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هاجر عليه الصلاة والسلام من أرض بابل في العراق إلى أرض الشام. ثم أمره الله جل وعلا أن يأخذ بعض ذريته من أرض الشام ويأتي بهم إلى هذا المكان، إلى هذا الوادي الذي ليس فيه في ذلك الوقت أحد، ليس فيه ماء وليس فيه زرع وليس فيه أحد. أتى بهاجر وابنها إسماعيل وهو يرضع طفل صغير، امرأه طفل صغير، جاء بهم إلى هذا الوادي المبارك فوضعهما فيه، ليس عندهم أنيس ولا أحد، امرأه وطفل، هذا امتحان وابتلاء. قالت له لما وضعهم هنا وانصرف راجعا إلى الشام، قالت لمن تتركنا؟ ولم يلتفت إليها، لم يلتفت إليها، لمن تتركنا؟ ثم لما رأته لا يلتفت إليها وأنه عازم على الذهاب قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. هذا هو الإيمان، قالت إذن لا يضيعنا. وكان ما كان من ما حصل من الشدة عليها وعلى ابنها، ونفد ما معهم من الماء وما معهم من التمر الذي القليل ولم يبقى معهم شيء، صارت تتطلع
صارت تتطلع إلى الإغاثة من الله سبحانه وتعالى، ذهبت كرهة أن تحضر موت الطفل وهو يتلمط من العطش، ذهبت وصعدت على الصفا تترقب لعلها ترى أحدا، ثم لم ترى أحدا فهبطت وذهبت إلى المروة، صعدت عليها لعلها ترى أحدا، فعلت هذا 7 مرات بين الصفا والمروة. وفي نهاية الشوط 7 لما صعدت على المروة إذا هي بالصوت، سمعت صوتا فجعلت تتسمع، فإذا هو جبريل عليه الصلاة والسلام جاء وبحث عند مكان الكعبة، فنبعت زمزم، خطها بجناحه فنبع الماء في أرض لم يكن فيها ماء، نبعت هذه العين المباركة زمزم، فجعلت تشرب وتسقي طفلها. وبينما هم كذلك جاءت قبيلة من قبيلة جرهم، فرأوا الطيور حول الماء، قالوا إن هذه الطيور عند ماء، وما عهدنا بهذا المكان ماء، وجاءوا ووجدوا الماء ووجدوا المرأة ووجدوا الطفل، فطلبوا من المرأة أن يسكنوا عندها، فأذنت لهم أن يسكنوا عندها وأن لا يكون لهم من الماء شيء، يكون الماء ملكا لها، هي تعطيهم منه ولا ليس لهم ملكية عليه. فنزلوا عندها وحصل الفرج، حصل الفرج، بدل ما كانوا امرأة وطفل نزلت عندهم قبيلة، تجمع الناس حولهم، هذه واحدة. المرة الثالثة جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينظر ماذا صار للجارية، لأنها سرية لإبراهيم، ليست زوجة إنما هي سرية يعني مملوكة، تسرى بها عليه الصلاة والسلام فولدت له إسماعيل. جاء ينظر فأمره الله جل وعلا ببناء البيت، ببناء البيت، وأراه مكانه، مكان الكعبة، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، الله أراه موضع البيت وأمره ببنائه. وكان إسماعيل قد كبر، فأخبره أبوه بأن الله أمره ببناء البيت وطلب منه أن يساعده بالبناء، فوافق على مساعدة أبيه فبنيا هذا البيت. إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة. هذا من الكلمات التي أمره الله جل وعلا بها فتممه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما معنى أتمهن؟ يعني امتثلهن ووفى بهن، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى وإبراهيم الذي وفى. ما معنى وفى؟ تمم ما أمره الله به طاعة لله سبحانه وتعالى. ثم جاءت شدة أخرى، وهي أن الله أمره بذبح ابنه إسماعيل الذي هو وحيده، ما عنده ولد غيره، وهو قد بلغ من الكبر 80 سنة، حصل له هذا المولود وأحبه حبا شديدا، ابتلاه الله به فأمره بذبحه، فما كان منه إلا
أن أخبر المولود هذا، أخبره. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا ابتلاء وامتحان. فلما أسلم وتله للجبين جاء تنفيذ الذبح، وضع السكين على حلقه ليذبحه، تله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار. وفديناه بذبح عظيم. فدى الله إسماعيل بكبش جيء به، وقيل له: هذا فدى تذبحه بدل ابنك. فذبح الكبش الفدى، وكانت سنة الأضاحي في يوم عيد النحر اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفديناه بذبح عظيم. تركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وكان من شكر الله له أن بشره بولد آخر، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. هذا جزاء له على ما قام به من امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فسلم ولده من الذبح وامتثل أمر ربه وحصل على الأجر، وزيادة على ذلك أعطاه الله ولدا آخر وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام، ومن وراء إسحاق يعقوب. هذا بعد الامتحان، ما حصل هذا عفوا، إنما حصل هذا بعد الامتحان والصبر والثبات. من سيقدم على ذبح ابنه الذي ليس له غيره إلا من هو واثق بربه عز وجل، يؤثر رضا الله على محبة الابن، يؤثر محبة الله على محبة الابن، وطاعة الله على عاطفة البنوة. هذا هو الإيمان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي وفى بهن وقام بهن، فكانت النتيجة أن قال الله له: إني جاعلك للناس إماما. إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة في الخير، وداعية إلى الخير وإلى الجنة. هذا مقام عظيم، أن الله أعطى إبراهيم إمامة الناس لأن يكون قدوة إلى يوم القيامة، قدوة لأهل الخير. فالإمام معناه القدوة الذي يقتدى به، إما في الخير وإما في الشر. فالذي يقتدى به في الشر يسمى إماما. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو إمام في الخير وداعية إلى الخير، يقتدي به المؤمنون إلى أن تقوم الساعة، ويحصل له من الأجر مثل أجور من اقتدى به ومن اتبعه إلى يوم القيامة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن ما حصل هذا إلا بعد الابتلاء والامتحان والصبر والثبات وتقديم طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: إني جاعلك للناس إماما،
ما قال إماما لأهل وقتك، بل قال إماما للناس، جميع الناس، إلى أن تقوم الساعة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام للمتقين، وإمام للمؤمنين، وإمام للمرسلين عليه الصلاة والسلام. واتخذه الله خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، والخليل هو الذي بلغ من المحبة أعلاها. فالله يحب إبراهيم أعلى درجات المحبة، هذه مرتبة عظيمة لم تحصل إلا له، أي إبراهيم، ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله اتخذ محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، هذه المرتبة لم ينلها في الخلق إلا اثنان، إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ولهذا يقال لهما الخليلان. قال ومن ذريتي، أي يطلب من الله أن يجعل من ذريته أئمة، وهذا من كمال نصحه وشفقته عليه الصلاة والسلام، أنه لم يقتصر على نفسه بل يريد الخير لغيره أيضا، يريد الخير أن يعتنوا بأولادهم، وأن يريدوا لهم الخير، وأن يوجهوهم الوجهة السليمة، وأن يربوهم التربية الحسنة، لأنهم امتداد لهم بعد موتهم إذا كانوا صالحين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فيجب على الآباء أن يعتنوا بتربية أولادهم، وأن يدعوا لهم بالصلاح، يدعون الله أن يصلحهم وأن يهديهم، وأن يحرصوا على تنشئتهم على طاعة الله وإبعادهم عن معصية الله. وهذا لا يحصل عفوا، هذا لا يحصل إلا بتعب ومشقة. فيجب على الآباء أن يصبروا على تربية أولادهم واستصلاحهم والعناية بهم. هذا إبراهيم يقول ومن ذريتي، ويقول في الآية الأخرى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لم يقتصر على نفسه عليه الصلاة والسلام، بل دعا لذريته. وهكذا يشرع للآباء أن يدعوا لأولادهم مع أنفسهم، وأن يعتنوا بتربيتهم وإصلاحهم، ويحرصوا على ذلك. والله جل وعلا إذا علم منهم صدق النية أعانهم وأصلح لهم ذريتهم. قال ومن ذريتي، أي اجعل من ذريتي أئمة في الخير. قال الله جل وعلا: لا ينال عهد الظالمين. إن ذرية إبراهيم سيكون فيهم ظلمة، والظلمة لا ينالهم عهد الله سبحانه وتعالى، فلا يكونون أئمة. كما قال تعالى: ومن ذريته محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. جعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، فمنهم مهتد، أي من ذرية إبراهيم،
ومن ذرية نوح عليهم الصلاة والسلام منهم مهتد، وكثير منهم أي من ذرية النبيين النبيين فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله. وهذا مما يدل على أنه لا يعتمد على النسب وعلى القرابة من الأنبياء. القرابة من الأنبياء لا تنفع إلا مع الإيمان، أما مجرد أن تقول أنا من بيت الرسول أو أنا من ذرية الرسول أو أنا من أهل البيت فهذا لا ينفعك ولا يكفي حتى تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قام محمد صلى الله عليه وسلم، لما قال الله تعالى له وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا ونادى، اجتمع الناس عليه ينظرون ماذا سيقول لهم ولماذا دعاهم. دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وقال مما قال: يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، اشتروا أنفسكم. قال: يا معشر قريش، قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي، لا أملك لك من الله شيئا. فمجرد القرابة من الأنبياء لا تنفع إلا مع العمل الصالح. أما الذي يتكل ويعتمد على القرابة فقط ويظن أنه سينجو من النار لأنه من أقارب الرسول أو من ذرية الرسول أو من أهل بيت الرسول من غير عمل صالح، فهذا كذاب وخاسر. هذا أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما لم يؤمن بالله ورسوله أنزل الله فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال: لا ينال عهد الظالمين، مع أنهم من ذرية إبراهيم. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين. والظالم، الظالم إما أن يكون ظالما بالشرك، لأن الظلم أنواع، أعظم أنواع الظلم الشرك بالله عز وجل. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالمشرك لا طمع له في رحمة الله وإن كان من ذرية إبراهيم، لاحظوا هذا. المشرك الذي يشرك بالله عز وجل لا طمع له في الجنة ولا طمع له في رحمة الله ولا تناله المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنوع الثاني ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، فالذي يعصي الله عز وجل بارتكاب ما نهى الله عنه أو ترك ما أوجب الله عليه، هذا قد ظلم نفسه. ليه؟ لأنه عرضها لسخط الله عز وجل ووضعها في موضع العذاب
وكان الواجب عليه أن يزكي نفسه وأن يبعدها عن غضب الله سبحانه وتعالى، لأنه راع عليها. هذا نوع من الظلم، ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والمخالفات. النوع الثالث ظلم العباد بالتعدي عليهم في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم، هذا ظلم، هذا ظلم للناس، وهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلومون. حتى لو تاب الإنسان من هذا الظلم للناس فإنه لا يسقط عنه العذاب إلا إذا سمح له المظلومون، لأن هذا حق مخلوق لا بد أن يسمح به، فإن لم يسمح به فسيقتص يوم القيامة له، يقتص منه للمظلومين يوم القيامة. يقتص من إيش؟ دراهم ولا أموال؟ لا، الحسنات، تؤخذ حسناته وتعطى للمظلومين، وقد لا يبقى له حسنة واحدة، كلها يأخذها المظلومون فيلقى في النار والعياذ بالله. استنفدت حسناته، أخذها الغرماء. فالظلم خطير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الظلم خطير جدا، ولهذا لم يجب الله دعوة إبراهيم في الظالمين، قال لا ينال عهدي الظالمين. هذا فيه التحذير من الظلم والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله جل وعلا أمر أرى إبراهيم مكان البيت، بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ثم أمره ببنائه فبناه عليه الصلاة والسلام. هذا من مآثر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا من إمامته للناس، من إمامته للناس أن الله أمره ببناء البيت وأعطاه ولاية البيت، أعطاه الولاية على البيت والمسؤولية على البيت تشريفا له عليه الصلاة والسلام. هذا البيت هو من عمل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بناؤه من عمل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو من إمامته للناس، من جملة إمامته للناس أنه قام ببناء هذا البيت. هذا البيت جعل الله فيه البركة مباركا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
ومن كفر فإن الله غني عن العالم. وهنا يقول جل وعلا: وإذ جعلنا البيت، أي صيرناه البيت الذي هو الكعبة، مثابة للناس. ما معنى مثابة للناس؟ معناه أنهم يترددون عليه، يأتون إليه ثم يذهبون ثم يرجعون ثم يذهبون ثم يرجعون، يثوبون إليه، ولا أحد يقضي وطره من هذا البيت. مهما تردد عليه فإنه لا يقضي وطره منه، بل كلما سنحت له الفرصة جاء إلى البيت. هذا معنى مثابة، أنهم يترددون عليه. من العادة أنك إذا جيت المكان مرة واحدة ما تلتفت إليه مرة ثانية، عرفته خلاص. لكن هذا البيت لا، هذا البيت كل ما ترددت عليه زادت محبته في قلبك وزاد تعلقك به، لأنه بيت الله مبارك، مبارك، وهو بيت الله عز وجل. فلا تشبع منه نفوس المؤمنين أبدا، مثابة للناس. وقيل معنى مثابة أي أنه مكان للثواب، مكان للثواب والأجر. ولا شك أنه مثابة بمعنى أنه مرجع إليه، الناس يترددون عليه، وأيضا ينالون الأجر والثواب، فهو يشمل المعنيين، مثابة بمعنى مرجع ومثابة بمعنى محل ثواب وأجر. وكذلك من كونه مثابة للناس أنهم يتوجهون إليه في صلواتهم في أي مكان كانوا، في المشرق أو في المغرب، توجهون إليه. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فهو مثابة للناس في حجهم وعمرتهم وطوافهم واعتكافهم، وهو أيضا قبلتهم في صلواتهم في أي مكان من الأرض. قلوبهم معلقة بهذا البيت، وإن فارقته أجسامهم فإنها لا تفارقه قلوبهم أبدا، دائما يحنون إلى هذا البيت، ولا يرتاحون إلا إذا جاءوا ورأوه. مثابة للناس، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، مثابة للناس. وأمنا، جعله الله أمنا، أي جعل هذا الحرم الذي حوله آمنا، لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا يسفك فيه دم بغير حق. وكانوا في الجاهلية يعظمون هذا البيت ويؤمنون من دخله، حتى إن الرجل منهم يلقى قاتل أبيه أو قاتل أخيه أو قاتل ابنه فلا يتعرض له بشيء، مع ما هم عليه من الثارات وسفك الدماء فيما بينهم، إلا أنهم إذا دخلوا هذا الحرم فإنهم لا يتعرضون لأحد. هذا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام زاده حرمة وزاده عظمة. هذا معنى وأمنا، أي أنه يجب أن يؤمن من دخله ولا يعتدى عليه. ولكن من حصل منه جريمة في داخل الحرم فإنه يؤاخذ بجريمته ويعاقب بجريمته، احتراما لهذا البيت، لأنه لما تعدى على حرمة هذا البيت فإنه يردع
ويقام عليه الحد أو القصاص. وإذا قاتل أحد وشهر السلاح في الحرم وجب على المسلمين أن يقاتلوه، كما قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. أما من دخل هذا البيت ولم يحصل منه ما يوجب العقوبة فإنه لا يجوز أن يعتدى عليه، بل يؤمن ويحافظ على أمنه، حتى الطيور لا يجوز، وحتى الصيد لا يجوز تنفيره ولا يجوز قتله في داخل الحرم، حتى الشجر لا يقطع، حتى العشب لا يؤخذ، لا يقطع العشب ولا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه، كل هذا حرمة لهذا البيت وأمنة. ولهذا يقول: ومن دخله كان آمنا. من دخله أي دخل هذا الحرام كان آمنا، ومن اعتدى عليه الله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. بمجرد النية، إذا نوى أنه يسيء في هذا الحرم فإن الله يعاقبه، فكيف إذا نفذ، الجريمة؟ العقوبة أشد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا البيت له حرمة، وهذا الحرم له حرمة. الله جل وعلا ذكر بهذا في قوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ويقول سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فهذا الأمن الذي حول هذا البيت هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يتمكن الناس من العبادة، يتمكنون من الطواف، يتمكنون من السعي، يتمكنون من الصلاة، يتمكنون من الوقوف بعرفة، يتمكنون من المبيت بمزدلفة، يتمكنون من المبيت في منى وأداء المناسك. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولا أحد ظلم في هذا البيت أو أساء الولاية عليه إلا ونزعه الله سبحانه وتعالى منه وأعطاه لمن هو خير منه، يحافظ عليه ويقوم بحراسته وتأمين قاصديه. فالولاة إذا جاروا وظلموا في هذا البيت وتعدوا على الناس، على الحجاج والمعتمرين، أزالهم الله عز وجل واستبدلهم بمن هو خير منهم. هذا على مدار التاريخ وهو مشاهد، ولا يقر على ولاية هذا البيت إلا العادل، أهل العدل وأهل الإيمان الذين يحترمون حرمة هذا البيت ويؤمنون أهله. ثم قال جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه قراءة الأكثر، اتخذوا، في قراءة أخرى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى شرع للطائفين إذا فرغوا من الطواف أن يصلوا عند مقام إبراهيم. وما هو مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم على القول الصحيح أنه الصخرة التي كان يقف عليها عند البناء لما ارتفع البناء، وصار لا
يصل إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بصخرة فوضعها وجعل يقف عليها ويأخذ الحجر، يناوله إسماعيل الحجر ويقف على الصخرة فترتفع به هذه الصخرة حتى يضعها في مكانها من الجدار حتى تكامل البناء. هذه الصخرة معروفة وكانت عليها آثار أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الآن، كما قال أبو طالب في لاميته: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. بقيت آثاره على هذه الصخرة بينة، لكن مع كثرة ملامسة الناس لها كادت أن تمحي آثار أقدامه عليه الصلاة والسلام، فوضع عليها البرواز الموجود الآن حتى يحفظها من ذهاب هذا الأثر الكريم عليها. هذه الصخرة أمر الله جل وعلا أن يصلى عندها، وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ملصقة بالكعبة، ثم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حصل الزحام وصار الذين يصلون عند المقام وهو ملصق بالكعبة يضيقون على الطائفين، فعمر بن الخطاب الخليفة الراشد نقلها من جوار البيت وجعلها في مكانها الموجودة فيه الآن من أجل أن يوسع على الطائفين. هذا من سنة الخلفاء الراشدين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعة أشواط جاء إلى مقام إبراهيم وقرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى عندها ركعتين، ركعتي الطواف. قرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية بعد الفاتحة في سورة قل هو الله أحد. هذه سنة الطواف، لمن طاف أن يصلي ركعتين، إن تيسر له أن يصليهما عند المقام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل، وإن كان المكان مزدحما فإنه يصليهما في أي مكان من المسجد الحرام أو من الحرم، فالأمر واسع في هذا والحمد لله، فلا يزاحم الناس عند المقام ويضيقون على الطائفين، بل إن تيسر أن يصلوا عند المقام، وإلا يصلون في أي مكان من المسجد الحرام أو من الحرم، في أي مكان من الحرم، ويحصل لهم الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقيل إن مقام إبراهيم كل المشاعر: عرفة ومزدلفة ومنى والمسجد الحرام، كله يدخل في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. عهدنا أي كلفناهما وأوصيناهما ووكلنا إليهما مسؤولية هذا البيت، مسؤولية هذا البيت والقيام عليه والولاية عليه. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، طهرا
ما معنى طهراه؟ طهراه من كل نجس ومن كل قدر ومن كل ما يعوق الطائفين حوله، طهراه من النجاسات المعنوية، الشرك بالله عز وجل والبدع في الدين، وكذلك من القاذورات الحسية مثل النجاسات والأوساخ. فيجب أن يكون ما حول البيت مطهرا، يكون البيت نفسه وما حوله مطهرا من جميع الأنجاس والقاذورات، وأعظمها الشرك بالله عز وجل. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، دخلها عام الفتح، أول شيء أنه جاء إلى الكعبة المشرفة وكان عليها 360 صنما للمشركين، فجعل يشير إليها بالقضيب ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فكانت الأصنام تخر على وجوهها وتسقط. ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم جميعا فأخرجت من المسجد الحرام وأحرقت. ثم دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة، فتحت له الكعبة، فدخلها وأزال ما بداخلها من الصور المرسومة على الجدران، غسلها بماء زمزم حتى أزالها. هذا أعظم التطهير للبيت، أن يطهر من الشرك وأن يطهر من البدع، وأن لا يمكن الخرافيون ولا يمكن المبتدعة من أن يعملوا بدعهم وأن يعملوا شركهم حول هذا البيت، لأن هذا البيت هو بيت الله سبحانه وتعالى، بيت أسس على التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيجب أن يطهر هذا البيت وما حوله من الأصنام ومن الأوثان ومن المشركين ومن المبتدعة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. أن طهر بيتي لمن؟ للطائفين الذين يدورون حوله. طائفون هم الذين يدورون حول البيت.